ما تعمل لايك وسبسكرايب يا عم. انت بتزعق؟ طب مش عامل. يا عم روحش في التلاح فيه. لا نلعب شوية. لا هات التليفون بتاعك. ولا نقول لابوي. لابوي هيحصل مشكلة يعني لازم نعطل عشان ما يقول لهوش. هنستنى نشوف هنعمل فيه. يا بابا. ايه؟ يا محمد ما قالكش حاجة عليا؟ قال لي وانت عملت حاجة غلط؟ لا لا خلاص. قال لك في ايه يعني؟ بوشتني. ما فيش حاجة ما نسيبه عليا. يعني انت مفيش حاجة بينك وبين اخوك؟ لا. اصل انا شفته كده زعلان وطلع بره جاري. لا ده ما فيش حاجة. طيب ماشي خلاص. طبعا هنطلع ننام شوية. ماشي؟ ماشي. انا هننفذ الفكرة قبل ابويا ما يصحى من النوم. ماشي. الله يمشي. مش يا محمد يعني. يا حمو ايه خد جاي تعالى مش عامل لك حاجه ايه دي يا حمو يا حمو يا حمو يا حمو يا حمو يا حمو يا انا خسرت اخويا عشان التليفون كنت على طول زكاه في نشبه الضهر انت عملت عليه انت كنت ايه ابن التليفون وقال لي شجاع في من كنت الفجعه والله ما انت واخد التليفون عشان تديهولك والله يا جماعه اللي احنا عملناه ده كله تمثيل بس ما ينفعش انك تأذي اخوك او تفكر انك تأذيه في اي حاجه وايه يعني لو كان عطى التليفون لاخوه وقعد فيه شويه ماشي بس محمد كان بيعمل غلط ماشي المفروض يعني كان عطى له التليفون هو عشان ما رضاش يديله التليفون يبقى هو كان بيعمل غلط انت ليه كنت ما رضيتش تديله التليفون؟ مش عارف هو نتش لو ما كانش نتش منه ما كنتش هديه له اساسا لا بس انت اكيد كنت بتتفرج على حاجه وحشه لا ما كنتش بتفرج على حاجه يعني خلاص خلاص مفيش أي حاجة تحوش عن أخوك تاني ماشي ماشي وأنت إيه رأيك؟ أنت صاحي كويس أهو بس إيه الحوار الحلو مفيش يعني فجعة أنت عن سم طلع فيه يلا معلش ما تعمل لايك وسبسكرايب يا عم أنت بتزعق طب مش عامل